أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل قامة الزرع، يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفأها، فإذا سكتت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرض صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. يعني المؤمن تأتي الريح تحرك يمينا شمالا، في سكنة الريح سكن. فالمصائب تأتي للمؤمن تقومه، توجهه هنا وهنا بعدين يسكن. أما المنافق كالأرض الشجرة واقفة فجأة هي أمامك سليمة تماما، اسمها الأرض، فجأة تأتي تكسر مرة واحدة من المنتصف. كذا المنافق يكسر مرة واحدة والعياذ بالله. منافق يقسمها الله إذا شاء، صماء معتدلة يقسم حتى يقسمها الله إذا شاء. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.